السلام عليكم. في ناس كتير بتسأل ازاي انا اتكلم والكلام اللي انا اقوله يبدأ يتكتب في قلب برنامج الوورد. هي خاصية اصلا اصبحت موجودة في الوورد حاليا، من قائمة هوم بلاقي حاجة اسمها فويس، ببدأ من هنا اختار اللغة اللي انا عايز اتكلم بيها. تمام، تقدر تضيف اللغة العربية. هي دلوقتي في انجليزي واسباني وفرنساوي وصيني. ممكن اقول له ديكيت هاو ار يو، جود مورنينج، ار يو هابي، زي ما انت شايف اللي انت بتقوله بيبدأ يتكتب بشكل قوي، ولو في كلمة غلط تقدر تصلحها، تقدر تنسق بعد كده. بس سهل عليك ان انت بدل ما تقعد تكتب كل كلمة، لا ممكن تتكلم وهو يحول الكلام بصورة قوية ليك.